بص يا جدعان، ده الفيديو التاني. المفروض السعر خطف ماندو، صور هناك هات هناك ماندو. في ايه؟ شاله في تراب. شاله في تراب؟ طب ليه؟ عشان هو اذاني كتير. طب احنا عايزين نروح، ولازم نأذيه. لو هتمشوا يا ماندو. طب انا ثواني. طيب ثواني، بقولك تعالى ورايا بقى ماندو. يبقى يدينا الماندو، يبقى يودينا الماندو. تعال يا عمي، هيسوحنا واحد واحد قسما بالله. ما انت بقى كلنا مع بعضينا بقى، هيسوحنا. هو كان واقف معانا. وطي صوتك يا اسطى، بعد اذنك، بعد اذنك وطي صوتك. طب ممكن ايه؟ كلمه. طب هو مالوش اسم ولا ليه ايه ولا هو ايه؟ قول ساحر. طب رعب يا ساحر. ده مش مامن بحد. ده تعالى ورانا في الكلام. من غير كلام، بقول لك تعالى من غير كلام. طب يلا جرا. بص استنوا، ده دي احنا ثلاثة، انا ده واحدة، هو لو موجود في المكان في الجبل ده يسمعني. امشي من هنا. سري يلا، واحد اثنين ثلاثة. مش هننده يا اسطى. يلا يا عم. ده مش هننده يا اسطى. تعالى وراه بقى، تعالى وراه. انت اللي ودينا اصلا، انت اللي خايف، وانت اللي هتروح بعديه. امشي يلا يا بلال، امشي يا بلال قدام يا بلال. شفت حاجة هناك كده؟ الموضوع محدش يبعد يا بلال. خد يا بلال احسن تريح زيك. تعالى يا اسطى، تعالى يا عم. ده نزل، نزل من على الكوم، نزل من على الكوم. يا لهوي، كاميرا جايباه، كاميرا جايباه. دي مجنونه يا باندو. ربنا حاسس ان هو موجود. ما تعليش صوتك، ما تعليش صوتك، المكان هنا خطر. ما تعليش صوتك يا جدعان، احنا هنا في تراب قسما بالله. هو دلوقتي سابنا على الجبل كده، ممكن يخطف حد فينا. تعال نتجمع كده يا بلال. يعني ماندو دلوقتي في، بص بلال خليه يجي هنا جنبنا احسن، حد ياخد حد فينا تاني. يا لهوي، بص يا جدعان، دوروا تابع عليه وندوا عليه. طيب بص يا جدعان، مبدئيا كان في جزء اول. الجزء الاول ده كان نزل عند ماندو، المفروض اللي هو اتخطف فيه. يا عم الجزء الاول ايه؟ احنا دلوقتي عايزين ماندو. بفهم الناس، الناس دي اللي هتساعدنا. فاحنا دلوقتي محتاجين مساعده منكم. نعمل ايه للساحر ده؟ الساحر ده عمال يزينا ويعطينا خريطه، الخريطه دي مش عارفين نوصل للمكان. بيقول لك خرطه، يعني غلطه واحده هتؤدي ل واحنا على جبل ارتفاعه عالي قوي. ثواني كده، ارتفاع الجبل ده عالي قوي. بص يا جدعان، المفروض ان ده الجبل، يعني النخل اهوت، يعني الجبل اعلى من النخل. يا اسطى تعالى شوف كده بلال. في ايه بلال؟ في يا ابني، يا ابني يا اسطى بتصور ايه؟ بص يا جدعان، دلوقتي احنا مش هنروح من غيره زي ما هو جينا. احنا اصلا مش هنعرف نروح من غيره. طب يلا يا بلال، هنطلع من عول الجبل بلال تاني بلال. من مكان ما تاه وننزل تاني. بلال تعالى نروح ندور عليه. كله يا جدعان، كله ايدي الكشاف، ايدي الكشاف بتاعك يا بلال. اول وقت ليه راح فين يا اسطى؟ ايدي الكشاف بتاعك يا بلال، ايدي الكشاف بتاعك وتعالى جنبينا. اول ما طلعنا من هنا يا اسطى هو اختفى. اول ما طلعنا هو كان معانا، كان عمال يقع وقعتين ورا بعضيهم. تعالوا تعالوا تعالى يا بلال، اسمع مني، تعالى ما تشيش جنبينا، تعالى معايا. اجري اجري. بص يا جدعان، الوقت المفروض هيطلع عند الجبل هو اتاخد من هنا. تعال امشي من هنا، تعال تعال يا بلال. يلا يا عم، استنى كده ركز. ارح ما سمعت في الماندو. تعال يا لهوي، تعالى تعالى تعالى. نزلت منين؟ تعالى يا عم تعالى. طب وكده المفروض ان انا هنهي الفيديو، بس قبل ما انهي الفيديو عايز اوريكم لقطه. يعني انا وانا بمنشي الفيديو دوت حرفيا اقسم بالله انا مش لاقي لها معنى ولا لاقي لها ترجمه. بلال المفروض اللي هو لقى عظم على الجبل، العظم ده كان فيه سوس، في حاجة غرسته. اقسمت بالله انا مقشعر وانا بتكلم. فالحاجة ديت انا معرفتش اجمعها، حتى وانا بصور وانا بمنتج معرفتش اجمعها.
فهسيبكم انتوا تتفرجوا على اللقطة ديت اكتر من مرة. في حاجة قرصت ايد بلال وبلال حصل له حاجة، فهنقفل الفيديو على كده. بس بطلب منكم تعيدوا اللقطة بتاعت بلال دي هو بيترس، هتشوفوها دلوقتي. وحتى كانت رد فعل رد غريبة جدا، يعني هو بيعرف لو مش هيتحرك وكان خايف اول ما لقينا بنمشي مشي ورانا وكان خايف. فهسيبكم تتفرجوا على اللقطة وارجوكم تتفرجوا على اكتر من مرة. عظمه هو ايه، ما تمسكش العظمه، ما تمسكوش بعيد عنه. قرب الكاميرا، قرب الكاميرا يا هاتو، قرب الكاميرا، ما تقربش زوم، قرب الكاميرا. قلت لك يا زلمه ما تقربش زوم يا هاتو. يا لهوي ده العظمه جوه سوس. ايه يا اسطى؟ بقول لك تبلع يا جدعان، تعالى إيه؟ انا حاسس بحاجه ورحمه النبي ورا، انا مش هتحرك خطوه ثانيه. بقول لك يلا إيه؟ بقول لك يا جدعان مش هتحرك على خطوه. نروح دلوقتي يلا اطلع اطلع. ايه طيب ايه ودي ربنا العظمه دي فيها حاجه، العظمه دي يا اسطى فيها حاجه، فيها حاجه العظمه دي فيها حاجه. اقسم بالله اقسم بالله كمان مره.